طيب تعالوا بقى نشوف من باريس هنشوف مع حضراتكم تطورات القضية أمام محكمة العدل الدولية، وهيكون معنا من باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. أهلا بك يا دكتور، منورنا في الخلاصة. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. يعني نتحدث الآن عن أصوات إسرائيلية، وكنت بعرض بعض المقالات في الداخل الإسرائيلي بتقول أنه من حظنا أن جنوب أفريقيا اختارت جريمة الإبادة الجماعية لأنها صعب إثباتها. وأنا عايز أعرف من حضرتك هذه المقولة بتستند على إيه؟ هل فعلا صعب إثبات فكرة الإبادة الجماعية زي ما بيقول كتاب إسرائيليين بينهضوا الاحتلال؟ يعني مسألة جريمة الإبادة الجماعية هي تنبني على أساس قانوني، هناك معاهدات دولية، وهذه مسألة معترف فيها قانونيا في جميع العالم، وهي تعتبر جريمة من الجرائم الكبرى، وهي العمل على قتل وتشريد وإبادة مجموعة من المتساكين أم كليا أم جزئيا. هذا هو التعريف، وهذا التعريف كان حدث على اليهود في الحرب العالمية الثانية من قبل النازيين في ألمانيا، يعني هتلر ومجموعته، وحدث كذلك في البوسنة، وحدث في رواندا، حدث في ميانمار مع المسلمين الروينجا، والآن نفس الأفعال حدثت في ناميبيا، وحدثت في الجزائر، يعني وحدثت في عدة في أنغولا وبالتالي يجب أن نرى بالأدلة هل الذي وقع في غزة من قصف، من حصار، ومن تشريد، ومن تجويع، ومن منع الإمدادات، ومن منع الذهاب دكتور مجيد. طيب معنا الدكتور مجيد لسه، تفضل حضرتك. وكل هذا العدد من القتلى المدنيين الذين ليس لهم أي ذنب كان، هل هذا تعتبر أولا هي حرب، هي جريمة حرب وهذا ثابت، هل هي ترتقي إلى أن تكون إبادة جماعية؟ هناك الأدلة، وهذه الأدلة وضعت أمام قدمت أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالي هناك إذا رأينا وإذا فحصنا الفقه قضاء هذه المحكمة، أي ما نطقت به في السابق في عدة بلدان وفي عدة يعني أزمات وحروب، هل هذا هو ينطبق على فلسطين أم لا، على غزة أم لا؟ المرجح أن ما وقع في السابق هو ينطبق بنفس المعايير على الفلسطينيين، وبالتالي هذه المسألة واضحة، ونرى أن محكمة العدل الدولية أخذتها بجدية الآن، وهناك الطلب الذي هو منفصل على تسمية يعني هذه الجريمة، هل هي جريمة حرب أم هي جريمة إبادة جماعية؟ هذا سيأتي في مرحلة ثانية، ولكن ثانية. الآن طيب دكتور، أنا عايز أتوقف مع حضرتك عند برضو جزئية مهمة، وهي أيضا الجزئية المتعلقة بإحنا سمعنا على مدار الأيام الماضية إعلان عدد كبير من الدول في العالم عن فكرة التضامن في القضية أو الدخول كطرف في القضية. إحنا مش فاهمين الفرق، لأنه إحنا شفنا دول زي أندونيسيا بتعلن تضامنها، دولة زي ناميبيا بتقول إن هي هتخش كطرف مع جنوب أفريقيا، على المقابل أيضا ألمانيا أعلنت ده. طيب نفهم إزاي وإيه معنى كمان الدخول كطرف أو الدخول التضامني؟ مش فاهمين الفرق الحقيقة. يعني الدخول كطرف هو أن تتقدم دولة على نفس الأسس، أي تتقدم على أساس خرق المعاهدة الدولية المناهضة والمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتدخل طرف في نفس القضية أو في قضية مماثلة، ثم تقع ضم القضيتين أو القضايا على نفس الأسس،
وهنا هذا هو دخول في القضية من قبل دولة أخرى في بجانب جنوب أفريقيا مثلا. المساندة أو المعاضدة هي لما تشعر المحكمة أنها تساند ذلك الموقف، وبالتالي لا تأخذ حصتها في المرافعات ولا تدخل في تقديم الأدلة، ولكن تساند سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، تساند طلب جنوب أفريقيا. هذا هو الفرق. والحكم يصدر بين جنوب أفريقيا وبين إسرائيل، ولكن إذا دخلت كطرف فالحكم يصدر ويعلن أنها طرف في القضية، وهذا هو الفرق. مفهوم جدا. شكرا جزيلا يا دكتور على التوضيحات المهمة جدا. شكرا لحضرتك من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي.